من الشجعان في ذلك الزمان خالد بن الوليد. خالد بن الوليد يقول في مؤتة تكسرت تسعة سيوف عنده. سيف ورا سيف ورا سيف كله تتكسر تسعة سيوف. يقول ثم قاتلت بصفيحة يمانية. ما في معركة قبل الإسلام ولا بعد الإسلام إلا خاضها ويستقبل الناس بصدره، ترى هذه شجاعة. الشجاع الموت يفر منه. والجبان يأتيه الموت في فراشه. يقول خالد بن الوليد قبل قبل وفاته ما مات بمعركة هذا الغريب. الغريب ان خالد رضي الله عنه اللي خاض المعارك كلها قبل الإسلام وبعد الإسلام ما مات في المعركة. هذه رسالة للجبناء. مات على فراشه يقول ما من موضع موضع اصبع في جسمي إلا طعنة أو رمية بسهم أو جرح. ما في مكان بجسمي الا في جرح سهم رمح طعنه بخنجر بسيف كل جسمه يقول وها انا ذا اموت على انا اموت على فراشي كما يموت البعير يعني حالي حال البعير لما يطيح ويموت بروحه ثم قال خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله قال فلا نامت اعين الجبناء الجبان عسى ما ينام اللي يخاف مثل المنافقين، المنافقين ترى هم يعني اساس الجبن. المنافق حياته كلها جبن، وإلا لو كان شجاع لما صار منافقا. واضح المنافق اصلا لانه جبان صار منافق. الكافر يظهر كفره والمؤمن يظهر ايمانه. لكن ليش المنافق صار منافق؟ لانه جبان. مو قادر يظهر كفره فابطن الكفرة واظهر الايمان فهو جبان. قال الله فيهم لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه لو لو يلقون اي مكان يختبئون فيه لاختبئوا فيه من جبنهم جبناء ولهذا الله يصفهم بهذا الوصف من الشجعان في ذلك الزمان خالد بن الوليد خالد بن الوليد يقول في مؤتة تكسرت تسعه سيوف عنده سيف ورا سيف ورا سيف كله تتكسر تسعة سيوف يقول ثم قاتلت بصفيحة يمانية ما في معركة قبل الإسلام ولا بعد الإسلام إلا خاضها ويستقبل الناس بصدره ترى هذه شجاعة الشجاع الموت يفر منه والجبان يأتيه الموت في فراشه يقول خالد بن الوليد قبل, قبل وفاته ما مات بمعركة هذا الغريب الغريب أن خالد رضي الله عنه اللي خاض المعارك كلها قبل الإسلام وبعد الإسلام ما مات في المعركة. وهذه رسالة للجبناء. مات على فراشه يقول: ما من موضع موضع اصبع في جسمي إلا طعنة أو رمية بسهم أو جرح، ما في مكان بجسمي إلا في جرح. سهم، رمح طعنة بخنجر، بسيف، كل جسمه. يقول: وها أنا ذا أموت على أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. يعني حالي حال البعير لما يطيح ويموت بروحه، ثم قال خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله، قال فلا نامت أعين الجبناء. الجبان عسى ما ينام. اللي يخاف مثل المنافقين، المنافقين ترى هم يعني أساس الجبن. المنافق حياته كلها جبن، وإلا لو كان شجاع لما صار منافقا. واضح المنافق اصلا لانه جبان صار منافق الكافر يظهر كفره والمؤمن يظهر ايمانه لكن ليش المنافق صار منافق لأن جبان مو قادر يظهر كفره فابطن الكفره واظهر الايمان فهو جبان قال الله فيهم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه لو لو يلقون اي مكان يختبئون فيه لاختبئوا فيه من جبنهم جبناء ولهذا الله يصفهم بهذا الوصف انه سيف الله وسيف رسوله هكذا سماه النبي انه خالد ابن الوليد انه ابو سليمان ولا فخر خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين اسلم قبل فتح مكه متاخرا بعد أن فعل ما فعل وصنع ما صنع رآه النبي من بعيد هو وبعض الصحابة وبعض يعني أهل مكة قادمين من كبار أهل مكة رآهم النبي من بعيد فقال للصحابة أبشروا أبشروا هذه مكة ألقت إليكم بفلذات أكبادها يعني مكة الآن أعطتكم الخلص أعطتكم الأبطال أعطتكم فلذات الأكباد مو أيناس وكان منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه أقبل إلى النبي ففرح الصحابة خالد الذي أهل مكة كلهم يرجعون إليه بقيادة الجيوش المحنك العسكري الرجل الذي لا يفر الرجل الذي إذا واجه في المعارك يعرف الناس وزنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه ويدخل في دين الله جل وعلا أول ما دخل في الإسلام مباشرة بعد فتح مكة في مؤتة كان مع الصحابة يقاتل قتل زيد قتل جعفر قتل عبد الله بن رواحة والجيش قد تزعزع ثلاث قادة يتزعزعون في الجيش أمام تعرفون كم واحد أمام مئتين ألف تخيل ثلاثة أمام مئتين ثلاث أشخاص أمام مئتين شو يقدرون يسوون؟ وقتل ثلاثة من القادح فتفرق الجيش وكاد الثلاثة آلاف أن يستأصلوا وما عندهم قائد. اجتهد الصحابة شو نسوي الحين؟ الرسول حط ثلاثة ما حط الرابع. قالوا نكمل نفر كل واحد يصير قائد ما علموا شيئاً حتى قال أحد الصحابة وقد أخذ اللواء خذ يا أبا سليمان قال ماذا؟ قال استلم الجيش. منو مثلك الآن؟ ما في أحد ما في أحد عسكري وقائد يستطيع كخالد بن الوليد طوال حياته يقود الجيوش وإذا به يستلم الرايح وي, وي, وي يعني يتحيز هو والمؤمنون إلى بكان فيجمع المؤمنين مرة أخرى قتل الكثيرون سفكت الدماء النفسية الآن منهارة قاد الثلاث ماتوا وقطعوا إربا ما بقي إلا جيش متهلهل ومئتي ألف جيش جرار سينقضون عليهم الآن ماذا سيفعل البطل انه باع نفسه لله عز وجل نعم خالد بن الوليد عنده البيعه قتال اما نقاتلهم اما يقتلوننا شوف الذكاء قال حق الميمنه روحوا انتم ميصرح والميسره ميمنه والمقدمه في الخلف والخلف المقدمه وكانت مجموعه سريه قادمه من بعيد اخرها حتى تاتي بعدين فلما أصبح الصباح والتحم الصفان مرة ثانية ماذا رأى جيش الروم؟ جيش الروم رأوا جيشا جديدا فتناقل الخبر عند الروم أن هذا الجيش مو الجيش اللي بالأمس كانوا في الأمس شو يظنون؟ أن خلاص الجيش انهار مجموعة قليلة وراح نسحقهم اليوم شنو شافوا؟ شافوا وجوه جديدة فإذا بجيش الروم يتزعزع وشافوا من بعيد غبار وكأن جيش عرمرم الآن قادم فماذا قال الـ 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 الروم قالوا الجيش اللي أمامنا مو الجيش اللي أمس وأيضاً قاعدين نشوف من بعيد مدد معناته هذه مكيدة معناته هم ليسوا ثلاثة آلاف يمكن هم أكثر من عددنا نحن، لكن كل يوم قاعدين ينزل لنا مجموعة فإذا بجيش الروم يتراجع وإذا بهم يقفون وإذا بهم يعدون العدة مرة ثانية خايفين الآن جيش الروم فيرجع خالد بن الوليد الجيش مرة ثانية ويأمرهم بالانسحاب ليش ننسحب؟ ننسحب لأن ما في أمل نقاتلهم لكن الآن أفضل وقت للانسحاب لو انسحبنا بالأمس لأقبلوا إلينا وقتلونا جميعا لكن الآن هم خايفين الآن أفضل وقت للانسحاب وهذه فكرة لن يستطيعها إلا أمثال خالد فإذا بالجيش ينسحب والرومان لا زالوا خائفين لا زالوا في اماكنهم خايفين شو يسوون؟ يلحقونهم في جيوش ثانيه والوجوه تتغير فاذا بخالد ابن الوليد يرجع الى المدينه الصحابه تضايقوا شلون ترجعون؟ يعني اما ان تقتلوا جميعا واما ان تنتصروا فقال لهم النبي بل هم الكرار بل هم الكرار بل هم الكرار اي احسنت يا خالد احسنت يا خالد بانك نجوت وانجيت وأنجي المؤمنين من قتل محقق